هو ده، هي دي مصر، هي دي مصر اللي احنا دايما بننظر لها، هي دي مصر اللي احنا كلنا هنقف عشان اسم بلدنا. مش فارق معايا مين اهلي ومين زمالك ومين كذا ومين كذا ومين كذا، ولكن هنجيب مصر كلها، مصر كلها لازم تقف مع بعض خلال هذه الفترة، لأن المساندة والدعم واجبة لمنتخبنا، وبالمناسبة هو ده دور الإعلام. طيب، أيضا واحد من أساطير كرة القدم، النجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول. ازيك كابتن هشام؟ أهلا وسهلا كابتن إسلام، مشرف ومنور وسعداء جدا إن حضرتك معانا على الهواء مباشرة. بشكرك جدا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين يا رب كده، ودايما مصر بخير إن شاء الله تعالى. يا رب يا كابتن هشام. كابتن هشام، يعني اولا ازاي صحتك؟ طمنا عليك. الحمد لله بخير تمام تمام، فضل ونعم من ربنا الحمد لله. طبعا كابتن هشام هو واحد من اهم اللاعبين في جيل 90 اللي وصل بينا لكاس العالم بعد كام سنه بقى، شوف عمر طويل جدا جدا، وكاس عالم كان نجم نجوم نادي المنيا. يعني لو الجيل اللي يعني انا كنت بقعد اتفرج على الكابتن هشام، الجيل بتاعنا كان بيقعد يتفرج على الكابتن هشام في التلفزيون، يعني فكانت حاجه جميله جدا وشرف لينا دايما الكابتن هشام حضرتك تكون معانا. بشكرك جدا على الكلام الجميل ده. لا يا كابتن، حضرتك تستحقه زياده. كابتن، مثل هذه المباريات حضرتك يعني شفت جزء او شفت حاجه حصلت زي دي، مباراه منتخب مصر والجزائر، تفتكر ازاي المباريات دي كلاعب بقى؟ احساس اللاعب دلوقتي بيبقى عامل ازاي قبل المباراه بيوم ولا بيومين؟ طبعا يعني مفيش شك، تجربه عشناها انا عشتها يمكن على مستوى المنتخب فقط لا غير مع كان الجزائر. انت كلاعب عشتها كتير، مباريات رايح مباراتين ذهاب وعوده. طبعا هي طبعا مباراتين يعني حاسمتين، يعني كل فريق بتفتح لي الظروف نفس الظروف اللي هي بتفتح للفريق الاخر. مفيش شك مباريات بتتكتب في التاريخ وبتظل عالقه لفتره طويله في اذهان اللاعبين والناس والاعلام وكل شيء، برغم ان في بعض الشبه بين تجربه 89 مع الجزائر وتجربه مصر ان شاء الله مع السنغال. ولو في شبه في انما طبعا اختلاف كامل في كل شيء، يعني نظرا للتطور الكبير اللي حصل يا اسلام. ايوه كده. في الميديا كمان تحديدا وخاصه، يعني المباراه في حد ذاتها طبعا مباراه كبيره، ويمكن اتوقع ان النهائي الكبير من ضمن الخمس نهائيات اللي هم هيتلعبوا في نفس التوقيت عشان يحددوا الخمسه اللي ترشحوا من افريقيا لكاس العالم ان شاء الله. ايوه. مباراتنا مع الجزائر سبقتها تحضيرات كتيره يا اسلام، يعني انت عارف في الفترات اللي يمكن تحصلت بعدنا بجيل بعد مننا شويه، نفس المواقف، تحضير بقى معسكر كبير شويه يمكن يبدا قبل المباراه الاولى وينتهي بعد. انا فاكر يا كابتن هشام الكابتن احمد الكاس حكى لي النقطه دي. كابتن احمد الكاس قال لي مره، قال لي اسلام احنا كنا قاعدين في معسكر، كابتن الجوهري الله يرحمه كان قافل علينا. وبعدين ساعه التسخين كلنا كنا بنسخن في الممر بتاع الاستاد، يعني احنا عارفينه. وبعدين مره واحده فتح الباب الحديد كاننا كلنا نازلين بقى في وسط ال 100,000 متفرج. قال لي دي كانت بالنسبه لنا قوه دفع كبيره جدا يا كابتن هشام. زي السبق كده، يعني بيكون بيحضرك وفجاه بيفتح لك الباب عشان تنطلق وتاخد الدفعه المعنويه، وفي نفس الوقت الجماهير تفاجئ بيك جماعه كده داخل بسرعه، وتاخد اللي هو اللي يعني الثقه من الجماهير. ومفيش شك طبعا الله يرحمه كان خبراته كبيره جدا، تحضيراته كانت مميزه. تعامله مع المواقف الكبيره كمان، تحضيره للجماهير وحشد الجماهير كلها خلف المنتخب، انت عشت معاه تجارب كتير برضه طبعا مع كابتن الجوهر الله يرحمه. طبعا هو عنده مميزات كتير الحقيقه. بعدين هو من ساعه ما تولى المهمه هو كان هدفه واحد، حاجه واحده بس، مش بطولات افريقيا وخلافه، لان احنا كنا شبعنا بطولات افريقيا من جيل الثمانينات، ده جيل عظيم جدا يعني. طبعا طبعا على مستوى الانديه او المنتخبات كمان. نعم. فهو كان هدفه الحقيقي ان هو مصر ما وصلتش كاس عالم، دايما نقول 34 دي لعبنا فلسطين يعني ماتش واحد. ما كانش في كوره في افريقيا خالص في التوقيت دوت يعني. نعم. بدليل ان مصر لعبت فلسطين ما لعبتش فرقه من افريقيا.
ايوه فكان بيقول يعني هنحسبها ان احنا وصلنا 56 سنه ما ينفعش مصر في الثمانينات النادي الاهلي بطل افريقيا والزمالك بطل افريقيا والمقاولين بطل افريقيا والمنتخب لوس انجلوس والمنتخب بطوله 86 والمنتخب عمل ايه والالعاب والالعاب الافريقيه والبطوله العربيه ومنتخب مصر بينقصه شيء واحد فقط لا غير انه يتاهل لكاس العالم يعني. فكان مفيش شك طبعا يعني تحضيراته هايله استعداده استعدادنا النفسي معاه معاك بسمعك يا كابتن استعداده استعدادنا ان احنا لازم نوصل كاس العالم مش هدف ثاني هو هدف واحد بس يا اسلام. هو ده الهدف اللي كان بينظر ليه الكابتن جوهر الله يرحمه. طيب استعدادات اللاعبين اليومين دول يا كابتن هل نفس الاستاد نفس الاستاد؟ طبعا الاستاد مختلف مش قصدي انا اقصد ان يعني في الاخر استاد القاهره استاد الرعب استاد اللي كل المنتخبات الافريقيه لما بتيجي او الفرق الافريقيه لما بتيجي هناك بيبقى عندهم رعب كده مختلف. النهارده او يوم الجمعه يعني هنلاقي 64400 متفرج على اعتقد ان هم هيبقوا ماليين استاد القاهره على الاخر. ايه اهم الاستعدادات يا كابتن؟ يعني انت اللاعب كان في الوقت ده بيعمل ايه؟ شوف حضرتك كابتن اسلام اللعيبه دلوقتي اتطورت كتير ولعبت كتير وحته الجماهير اخذت عليها عكس ايامنا يعني تتكلم في 33 سنه يا اسلام يعني ربنا يديك الصحه. وياك يا رب. فالحته دي يعني افضليه للمنتخب المصري افضليه وجود طبعا وجود الجمهور داعم ليه لان حتى الملاعب الافريقيه ما تلاقيش في ملاعب افريقيا كتير بالساعه الساعه الجماهيريه العاليه ديت يعني مظبوط طبعا ما فيش شك استاد القاهره بيبقى بيضيف للاعب نفسه احساسه انه ملعبه حلم ليه انه كان يلعب في استاد القاهره الدولي قدام عدد جماهير كبيره جدا عايز يحقق حلم للمصريين الجماهير اللي بتشجعه وبتحبه وبتقف خلفه وبتدعمه حتى على مستوى الدوله زي ما قلت لك الدعم الميديا والدعم الجماهيري كبر كبير جدا ايوه هنا 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 بامانه انا عايز اقول كلمتين يعني المباراه اتفضل مباراه كبيره جدا يا اسلام ومباراه مش سهله يعني من مباراه محتاجه يعني ايه دراسه كويسه قوي جدا من الجهاز الفني للفريق السنغالي مره واثنين وثلاثه محتاجه ان الجهاز الفني نفسه كيروش هو طبعا المسؤول الاول يراجع حساباته ويتفرج على مباراه السنغال اللي لعبها هناك في افريقيا اقرب مباراه واقرب تجربه يعني يشوف ايه اللي مطروح عنده ايه خياراته في بدايه المباراه في التشكيل ايه اللي ممكن سيناريو المباراه اللي ممكن يحصل دي حاجات مهمه جدا الراجل انا اتوقع بخبراته الكبيره والعريضه مع منتخبات كثيره جدا ومع منتخب مصر له فتره وعرف كل اللاعبين رغم ان هو ليه يعني يعني مثلا انا يعني بقول هو الراجل طب لعب بافريقيا بعدد معين وافريقيا كانت لسه قريب طب هيضيف لعيبه جديده ليه؟ لعيبه بعيده عن المنتخب طب بيبعد لعيبه ليه؟ طب هو اصراره على لاعب معين ليه؟ انما هي دي مسؤولياته وهو ده اللي هيتحاسب عليه نتمنى له التوفيق انما اللعيبه هي بعد ما المدرب بيتولى اللعيبه هي المسؤوله عن الـ عن الـ عن الـ عن الاداء وعن النتيجه وعن شكل المباراه يا اسلام. انت لاعب وعشتها كتير، كابتن جوهر كان يقول كلمه كويسه جدا احب اقولها للناس دلوقتي. اتفضل يا كابتن. كان يقول انا عندي 11 لاعب ضد 11 لاعب. انا عندي ثلاثه في الجبهه اليمين، عندي مثلا ابراهيم، هشام معاهم حسام. كان انت فاكر بيقسم الملعب طولي هو يعني. بالظبط. وكان يجي ناحيه الليفت يقول عندي رمزي وعندي الكاس وعندي مثلا بيمين معاهم جمال عبد الحميد يعني. فكان يقول انا الجبهه دي هتدافع لي كويس وتهاجم او ان الجبهه الفريق المنافس هي اللي هتبقى اقوى من اللي عندي وارجل من اللي عندي. فاحنا بنتكلم على مثال لو هو لعب بتشكيل معين بتاعه طب الظهير الايمن مع الديفندر مع الوسط المهاجم اللي قدام الثلاثه دول هل هيبقوا في حاله كويسه ان هم افضل من الجبهه المقابله ليهم من الفريق المنافس ولا هيبقى العكس يا اسلام؟ فاللعيب لعيب كره القدم حاله فرديه وحاله جماعيه. بالظبط. واتمنى لهم طبعا يبقوا في افضل الحالات وان التكتيك بتاع الراجل يعني يتناسب مع المباراه يا اسلام يعني. ان شاء الله، كابتن لو حضرتك حابب توجه رساله للجمهور للجهاز الفني للاعبين من واحد من النجوم واساطير كره القدم اللي وصلونا قبل كده لكاس العالم. لا طبعا بشكرك جدا برضو على الكلام الجميل دوت. بالنسبه للجمهور ساند منتخبك وليك بتحضر باعداد كبيره جدا بعد فتره غياب طويله جدا نتمنى تساند وتدعمه من اول دقيقه لاخر دقيقه
ما تتاثرش بغياب هدف ولا بتقدم هدف ولا بالامور دي كلها. لازم نصر مصر بلدنا وشعبنا بشكل حضاري يتناسب مع الفتره الحاليه اللي بنعيشها يعني. نعم. الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبين الكره في الملعب، الكره في رجلكم يعني. وذهنكم يعني. انا عايز اتفرج على نجوم مصر ولاعيبه مصر. اشوفها في افضل حال وفي افضل حالاتهم. واتمنى لهم التوفيق زي ما اتكلمت قبل كده من شويه. استثمار الفرص القليله اللي ممكن تتاح لينا بشكل بافضل ما يكون يعني. بالنسبه الكلمه بقى اللي بوجهها للعيبه بصفه لاعب يعني سابق. طبعا. خط وسط الملعب. اتمنى ان هم يبقوا في الحاله العاليه دفاعا وهجوما، هم دول رمانه الميزان او هم دول اللي يظبطوا الاداء بتاعنا. سواء ان احنا في حاله هجوم دايما وضاغطين السنغال او العكس العكس. بالنسبه للكروش يعني انا اتوقع لو انت بدات تشكيلك هو اللي انت عودتنا عليه في افريقيا. نعم. وظهر عندك انك انت بتعمل تغييرين متميزين جدا بس متاخرين، ارجو انك تعملهم بدري يعني. لان مباراتنا هنا في القاهره هي اللي هتدينا الثقه قوي في المباراه اللي تبقى في السنغال ان شاء الله يعني. كابتن مصر انا بشكرك جدا 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 على وجودك معانا، النجم الكبير واحد اساطير كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول نجم نادي المنيا السابق. كابتن هشام عبد الرسول مره ثانيه لمن لا يعرف من هو هشام عبد الرسول، واحد من احرف اللاعبين اللي كانوا موجودين في جيل اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، حصلت له اصابه كبيره ولكن في النهايه واحد من افضل واهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في هذا الجيل، ووصل بمصر الى كاس العالم وكان له دور كبير جدا جدا في وصول مصر الى كاس العالم 1990. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول.